السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الحلوه سهله بدون فرن، حلوه بارده بحال تيراميسو بحال تشيز كيك، المهم مخلطه. غادي تعجبكم بزاف في المذاق ديالها وتتكون بارده في المواد ديالها. غنحتاج جوج حكاك ديال الجبن، انا حيت هنا غندير كميه كبيره، جوج حكاك ديال الجبن، اي نوع جبن كريمي، جوج حكاك ديال هذا النوع ديال الياغورت المسوس. عندي بسكوي، انا خدمت هذا النوع هذا اللي بالزبده، تيجي هائل في المذاق ديالو، محلوش بزاف. وعندي نسكافيه هنا مذوبها في الماء باش نرطب فيها هاد البسكوي ديالي. وهنايا عندي شويه ديال الكنافه انا حمرتها، انا هنا في العود ما غندير الفوتين، ندير ليه شويه الشوكولاط ابيض باش يقصح، نعاود ندير به التفريشه. فكرت ندير الكنافه، ذوبت الشوكولاط، انا غندير لها شويه ديال الشوكولاط ابيض. وبين ما بردت واحد شويه واللي بقى ديال الشوكولاط غادي نضربو مع الجبن ومع هنا مع البيرلي. دابا الشوكولاط انا علاش درتو؟ باش شويه الحشوه يقصح عليا يجمع عليا، اللي ما بغاش يدير الشوكولاط يقدر يدير في بلاصتو الجيلاتين باش يقصح شويه لاكريم. انا غادي نكتفي غير بواحد جوج معالق ديال الشوكولا بيضاء، هي باش غادي ندير الحلوه. دابا غادي نخلط هذا باش يشد فيه الشوكولاط مزيان. هذا باش الا يبس ما تفزكش لينا الكنافه ديالنا، هذا هو الهدف من علاش درت لها الشوكولاط، باش منين تقصح ما تنداش ملي غنحط عليها لاكريم. دابا انا غنديرها بحال هكا، غندخلها للثلاجه تبرد، غادي تقصح بحال كيما تنديروا الفيتين. انا قلت علاش ما نديرهاش نيت بهذا، غتجي مزيانه. دابا انا غنديرها تبرد، وفي نفس الوقت غادي ناخذ البسكوي ديالي بحال هكا، نحيد هادو نوجد بعدا البسكوي. البسكوي هذه هي الطريقه، هزيت هاد المول راه تيتهز، ديروا اي حاجه عندكم. غادي تعبروا بطبيعه الحال العرض، وما تلزقوش بزاف لهاد التحتانيات اللي غيكونوا لتحت باش ما يتعجنش، وغتمشيو بهاد الطريقه وحده حده وحده حتى تكملوا. هنا غير نحط ونهز، ما يفزكش بزاف حتى نكمل المول ديالي. مباشره غندير موراه هذاك اللي صيبت دابا الكنافه مع الشوكولا، ما حيت الشوكولا بقى سخونه باش تشد فيه ويلصق. انا الهدف ديالي خصو يلصق ليا مع البسكوي باش لاكوش ما تهربش. انا لا فيديو غادي نسرعها، نحاول ما نقطعش باش تفهموني اش تنقول. راني علاش خديت هذا النوع ديال البسكوي، هذا ما تيفزكش في ساع ما تيتعجنش وناقص الحلاوه. هنا من بعد ما كملت البسكوي ما حدو باقي طري، انا زدت ليه الكنافه ديالي، انا غندخلو دابا يبرد بين ما ضربت الحشوه، بغيت باش هذا يقصح انا غندخلو للثلاجه المجمد. هنا درت الجبن والياورت، انا غنضربو هذاك حتى هو راه جبن، ياغورت جبن، انا غنضربهم. هنا راه ما غنزيد لا حلاوه لا والو، كما قلت لكم راه غندير جوج معالق ديال الشوكولا بلون. غادي نضربهم ونتلاقى. هنا كما تشوفوا راني ضربت الجبن، دابا زدت عليه الشوكولاط غادي يضرب مزيان صافي، وغادي نعمر به الحلوه ديالي. هنا كما قلت لكم اللي ما بغاش يدير الشوكولاط يقدر يدير شويه ديال الجيلاتين باش يقصح شي شويه هاد الحلوه. المهم هي بعدا تتكال طريه، هي تتجي رطبه، غير هنا في حاله اللي ما بغاش الشوكولاط يدير الجيلاتين. دابا انا غنتسنى الحلوه ديالي تبرد وهاد الحشوه حتى تبرد باش نكملوا التعمار ديالها. بالنسبه
الحلوه ديالي بردات، ها تنحس بعدا ولا كروستيون، يعني واخا نزيد عليه هاد الحشوه. غنحاول نقسم هاد الحشوه على ثلاثه ولا على جوج، نحاول الا قسمتها على ثلاثه احسن. ندير الطبقه الاولى ديال البسكوي. على فكره انا راه شريت باكيه كامله ديال هاد البسكوي، راه موجود في المحلات التجاريه الكبرى. يعني يلا تقدكم بالنسبه لهذا المول اللي تتشوفوا فيه. دابا انا غنكمل نحاول ندوز الكريمه في كل شيء باش تدخل حتى في البلايص اللي ما بغاش يدير ديك كما قلت لكم كنافه، راه يدير فويتين مع الشوكولات اولا يدير اللوز مهرمش مع الشوكولات كاوكاو. هنا تيبقى لكم غير باش تجي واحد الطبقه مقرمشه، يجيناش غير البسكوي مع الكريمه. دابا غادي نكمل نفس العمليه كما درت قبيله، هنا واخا البسكوي فزق مزيان ونكمل هكا ونبقى هكا حتى نكمل المول ديالي كامل. بالنسبه ليا هذه راه الطبقه الثالثه ديال البسكوي، داكشي اللي بقى ديال الكريمه هاني درتو. انا درت هاد البلاستيكه غير باش تعاوني غير في الديمولاج، اللي عنده داك المول اللي تيتحل راه غيجي اسهل. غنقاد لها الوجه ديالها وندخلها تبرد واحد شي شويه عاد باش نقدموها. ضروري خصها تبرد باش حتى داك الجبن يتماسك شويه. صافي دابا انا ندخلها الثلاجه تبرد، ومنين تبرد تطلع. غنقطعوا واحد الطرف باش نشوفوه على قرب من المعين، حاولوا هبطوه حتى لتحت وهزوا. ها هو تشوفوا الطبقات كما قلت لكم ديال البسكوي، كاين الحشوه كاين الكنافه وكاين عاود بسكوي وكاين الحشوه وكاين كنافه. انتم تشوفوا اربعه ديال الطبقات. وهي تشوفوها حتى هنايا كما قلت لكم قبيله، البسكوي التحتاني اللي تيكون لتحت ما يتسقاش بزاف باش ما يتعجنش، حتى تيبان باقي قاصح حيت ما سقيتوش بزاف. مازال اللي غيكون الوسط ماشي مشكل. الحلوه ديالنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه راه ما خليتهاش في المجمد بزاف، خليتها غير واحد شي شويه، لان اصلا تتكال رطبه بزاف ماشي قاصحه. بالنسبه لهذا اللي تتشوفوا الكنافه كما درت قبيله، غير هذه ما فيها لا الشوكولاط لا والو، غير حمرتها مع معلقه ديال الزبده. وهذه ما تدار حتى تبقاو تقدموا التقديم النهائي، لان الا بقات باتت ولا شي حاجه تتلوى شويه. من الاحسن ما ديروها حتى الوقت اللي تبقاو تقدموا الحلوه. تتمنى ان الحلوه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه تجي راه بسيطه، راه ما فيهاش مكونات كثار وما فيهاش تعب، يعني ما فيها لا فران لا والو، وتتجي هائله كديسير ولا كديروها في بلاصه الديسير كما قلت اولا بحال كلاص. المهم هي تجي بارده. نتمنى انكم تجربوها، ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو وتابوناو معنا كما تنقولوا دائما، وشكرا على حسن المتابعه.